صدق البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين المغرب والاتحاد الأوروبي. اتفاق يهدف إلى تحديد شروط وطرق مشاركة المملكة في الشراكة في مجال البحث والابتكار في منطقة المتوسط. وللحديث عن أهمية هذه الاتفاقية ومضامينها تنضم إلينا للتو في الاستوديو الزميلة نجاة بوتفسوت. مرحبا بك نجاة. مرحبا بك عبد الله. إذا الأمر يتعلق باتفاقية مهمة بين المغرب وشريكه الاتحاد الأوروبي شريكه في الابتكار طبعا، ماذا في تفاصيل هذا الاتفاق؟ نعم عبد الله، يتعلق الأمر باتفاق مهم يعكس الشراكة القوية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. أهلا بكم. يأتي اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون بينهما في هذا المجال بعد أن استفادت المملكة من برامج أوروبية كبرى كتيمبوس وإيراسموس وأفق 2020 والبرنامج الإطار السابع للبحث والتنمية. هذا الاتفاق الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي وتم التوقيع عليه في 10 أبريل الماضي ببروكسل ينص على انضمام المغرب إلى مجموعة البلدان الأعضاء 19 وبلدان حوض المتوسط التي تعمل على تطوير حلول مبتكرة من أجل تدبير مستدام للماء والإنتاج الغذائي، التحديين الأساسيين في المنطقة. الهدف من هذا الاتفاق هو تعزيز التعاون بين دول البحر الأبيض المتوسط من أجل تطوير حلول مبتكرة للمساهمة في رفع تحديات الإنتاج الغذائي المستدام والأمن المائي في المنطقة، وسيمكن الاتفاق الباحثين المغاربة من المشاركة في طلبات العروض المتعلقة بهذه المبادرة مع زملائهم الأورو متوسطيين، وذلك في إطار شراكات ثلاثية الأطراف تضم دولة واحدة على الأقل من الاتحاد الأوروبي ودولة متوسطية شريكة من خارج الاتحاد الأوروبي من بين الأعضاء 19 في الاتفاق. وبخصوص ميزانية الاتفاق فتقدر ب 494 مليون أورو، منها 274 مليون يورو كمساهمة من الدول المشاركة في المبادرة و 220 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي. هذه الأموال ستخصص لدعم مشاريع البحث والابتكار المتعلقة بتدبير الموارد المائية والممارسات الفلاحية وسلاسل الصناعات الغذائية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط. وللإشارة فإن الشراكة في مجال البحث والابتكار في منطقة المتوسط المعروفة ببريما هي أكبر برنامج للبحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأهم مبادرات الاتحاد في هذا المجال بالنظر إلى عدد الدول المشاركة البالغ 19 دولة تنتمي إلى ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط. شكرا على طيب المتابعة.